الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي، دي اسمها موحه. كركس يا اخويا عشان يقيدوا لي نار السلم ولا حاجه. يا اسطى انا ولع لها في العماره مش في اللمه بس، اهلا بالفنانه اللي مسيطره في المنطقه. جرى ايه يا رايق؟ احنا مش هنخلص من نمرك كل الليله دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عاجبني مش هنخلص، وعلى الحرام من ديني ما انت نازله من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يا عناي؟ ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجه عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبط يا بت. مالك 100 مره يا رايق، مالكش حلفانات عليا يا اخويا. ما حدش هيسمعك لامك ولا ديابك. سيبك منه، ده فيلم كل يوم. ها ايه رايك في حته؟ الماني معتبر. عيب عليك يا عم يوسف، ده انت حبيبي، هجيب لك حاجه شمال برضه. طب الحته دي تخصني، بهارها كام؟ بص هي تمنها كف. كف كتير، انا هديك 3.5. تمام؟ تمام، انت حبيبي برضه. خد ادبر لك الفلوس واكلمك، اتكل على الله دلوقتي. ترى ايه يا رايق؟ ترى ايه يا رايق وانت كل شويه يا حبيبي؟ تتفرج علينا بخليق ربنا عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربيه كويس يا رايق وانت عارف. يبقى انا اقصر بقى وانا هربيكي، تعالي بقى. يا رايق يا رايق، بس استنى بالله يا جدع. استنى يا رايق، انت بتضيع موحه البيت كله. انت بتضيع موحه يا رايق. اخر انت هتشوف ايد الواحده بقى. انا هوريك. تعالى 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 جيجي، خدها على فوق. يلا 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 على فوق يا عم نيلي. كان مسافر ومريحني، انا عارفه ايه اللي رجعه، رجع عشان ينكد عليا ويقرفني. منك لله يا رايق. طب يا بنت ما تعرفيش تردي شويه بدري من شغلك، يعني على الساعه 7 كده كويس. 7 ايه ياما وانا بهز في مستوصف؟ اشحال كنت بنت كار وعارفه. كار؟ كار ايه يا اختي؟ هو الكار بقى كار، ده الكار باظ. الكار زمان كان محترم، الهزه بحساب والطبله بحساب والزمره بزماره. هو الكار دلوقتي جايب همه يا بنت. ما تجيبي كده من الاخر يا بنت وتخلصي. هو ايه الاخر ده يا جيجي؟ الاخر يا خالتي اللي كلنا عارفين، البت موحه بتكيد للرايق وعينها هتطلع عليه. لازمتها ايه الهوليه اللي بتعمليها كل يوم دي؟ ولا هو يعني عيني فيه واخيه عليه؟ الله، تحب اكلمه لك انا يا بنت؟ ايوه كلمه لها يا جيجي. اسكتي يا امه، والنعمه الشريفه لو عملت كده يا جيجي ما اكون عارفاكي تاني. خلاص. وبعدين ما حدش فيكم فاهم اللي في دماغي، انا الكار ده كله واخداها سلم. يرزق الهجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. سلمه لايه يا ام العتب؟ ما ترسينا يا بنت. للسيما يا روح امه. سيما سيما يا سيما يا ام سيما يا سيما. ام سيما وانا يعني اقل من غادة عبد الرازق ولا سمية الخشاب؟ للدم يديك يا بنت. سيبيها على هواها، حدد لها ما يجي على قفاها. طب والله يا جيجي ده انا زمان كنت فرس رماح. ايوه يا بنت والله كنت مشرعه ومفرعه وطول الباب ده هو والوسط كده هو ودول ما شاء الله كده هو ودول ما شاء الله. كنت تحط فنجان القهوة عليهم بوش والله ما يتهز. ولا سمانة الرجل كانت كده هو ولا شرعة العين لما كنت أضرب الكحلة فيهم كده هو واشرع بعيني كده هو كانت الناس تبقى هتتهبل عليا وتقولي لي غدا الخشاب وسمية عبد الرازق بلا نيلة يختي عليك وعليهم من بدري. أمك حافظها كلها. تعرفين يا جدعان الراجل اللي احنا طلعنا عليه امبارح ده يبقى مين؟ معروف شريف الغمراوي اللي مرشح نفسه في الانتخابات. انتخابات؟ بقى ده مرشح نفسه للانتخابات؟ ما تعرفش يا معلم ولا ايه؟ ثورة مستمرة. ثورة مستمرة؟ ثورة مستمرة. ايه اللي يخلي الجنرال يطلعنا احنا في عملية زي دي؟ هي كيمياء. ما عارف ان انا رجعت طبعا. ايه انت هتعيش في الدور ولا ايه؟ ايه ده؟ يا عم قول له الاحسن يكون فاكر نفسه وزير الاجرام ولا حاجة. خلاص بقى انت تسيح لي مكان، لازم اهرب. ما العملية كانت راحتها تفوق علينا كلنا يا يوسف. ايه؟ قدر ولطف يا ميمي. حوار وعدى. الواد ده كان بيغلفط على ناس تقيله قوي وبيحكي في حوارات على المتغطي، بس هو عارف يا لطشه في مين. الناس دي بيصيروا عندي في الشغل كل يوم بسمعهم بيقولوا نفس الكلام، فمن الاخر الناس زهقت، حبوا يظبطوه ويسكتوه بس يعني. شايف هذا المخ المتاسس؟ هو جاب لك من الاخر، قول له يا ابني. ادي ميزه بقى ان واحد مثقف زيي يقعد مع جهله زيكم. شفت بقى الكلمتين بتوعك هتخليه يتنطط علينا هو كمان. بقول لكم ايه، انا ماليش فيه. رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، احنا هناخد الرشنات بتاعتنا من الجنرال، والعربيه ناخدها نفكها وتبقى اوديت. استا كوادرو اس جينيال. سي ميخينتا اوريجينال. Entonces voy a coger uno.
جراسياس. دي نادا. يوسف. مومنتو. سي عمري. بتعملي ايه هنا؟ انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ زي ما انت شايف مطحون في الشغل. يا سلام، مش قادر تفضل دقيقة تطمني فيها عليك؟ لا. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد اجازة من الشغل يومين تستريح. أنا طالعة شرم مع جروب. تعال نطلع مع بعض زي زمان. بقول لك مش فاضي، بشتغل، لا فاضي لسفرك ولا لكلامك، وقلت لك 100 مرة زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. أنت بتتهرب مني يا يوسف؟ أتهرب منك بتاع إيه؟ هو أنا مديونك بفلوس؟ أنت بتكلمني كده ليه؟ عشان ده مكان شغل وأكل عيش مش مكان كلام، فاهمة؟ اتفضلي امشي دلوقتي وأنا لما أخلص أبقى أكلمك. يا ياسين ترسيني في إيه؟ الجنرال طلب يقابلني ليه؟ أو لو كان قال لي أكيد ما كانش طلب إنه يقابلك. بس حاجة غريبة أوي. كل مرة الاتفاق بيكون معاك أنت، مش معنى يعني المرة دي؟ بعدين الجنرال أنا ما شفتوش غير مرتين في حياتي. ما ترسيني يا سن على الحوار، فهمني. قول لي إحنا زعلنا الجنرال في حاجة لا سمح الله. زعلته؟ قول يا ديبو، أنت اشتغلت مع الجنرال قد إيه؟ كتير، على قدك. خلصت البني ادمين لحسابه قد ايه؟ يعني شويه. شوف بقى كل اللي عملته انت واصحابك ده، الجنرال عنده ناس ممكن تعمله معاك ولو فكرته حتى مجرد ما تزعل. زعل مين؟ احنا برضه مزعل الجنرال. احنا عمرنا ما نفكر في حاجه زي كده، لا انا ولا الناس حتى اللي معايا. انا بس مستغرب. مستغرب انه طلب يقابلني. ما تستعجلش، هتفهم. تقول يا سيدي انت شغال معايا وممكن ترسيني على الحوار. انت فاهم غلط. انا مش شغال معاه، انا شغال عنده. كملي يا حاج انا معاك. ومن ليلتها يا اخويا قرينا الفاتحه وخدوا الشبكه وعن ابتدوا بقى يشتغلوا في اللزقه. وبعدين قال ايه؟ قال عايز اتلزق بالسيراميك بتاع الحمام والمطبخ على الارض. قال ليه؟ قال بيعمل لها حساسيه وبيدوخ. بيدوخها؟ اه. هي حبله ولا ايه؟ حبله ايه يا اخويا؟ بقول لك خطيبه حماده ابني. اه لا مؤاخذه عم حماده معلش. طب طلباتك حاجه؟ هو دلوقتي الواد نفسيته تعبانه منها وقافل منها على الاخر. وهم لو عرفوا الكلام ده هيدوسوا على الشر. لا حماده اوعى نفسيتك تقفل، انا اخلص لك الليله دي. طب الشبكه دي بكام حاجه؟ ب 4000 يا اخويا. هنقول 5000. انا بقى لي فيهم فلوس. ليه يا اخويا؟ ليه يا حاجه؟ ده حماده اللي ملص. وطالما حماده مقلص يبقى الشبكه من حقهم، ولا انا بتكلم في الغلط؟ انت بتتكلمي في ميت، ايه رايك بقى نصحي نصه ونعمل له اسبوع ولا نقرا عليه فاتحه؟ لا يا ريت، نعمل له اسبوع يا اخويا. يبقى كمان اسبوع تعدي عليا وانا اجهز لك كل حاجه. الاول بس اكتبي لي عنوان البنت دي وابوها شغال ايه. انا مجهزه لك كل حاجه في الورقه دي. ماشي يا حاج. ماشي يا اخويا، فوتك بعد. الله يعافيك، سلامة حماده.